السلام عليكم، معكم عصام نبيل. فيديو جديد. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نمثل الديناميك سيستم على الماتلاب سيميولينك، وازاي نعمله اناليسيس في الاوبن لوب وكذلك الكلوزد لوب، وازاي نصمم كنترولر للسيستم بتاعنا وليكن مثلا الكلاسيك بي اي دي كنترولر. وان شاء الله في فيديوهات قادمه هنتعلم فيها تصميم الفازي لوجيك كنترولر وانواع اخرى من الكنترولرز. السيستم اللي معانا عباره عن ماس سبرينج دامبر سيستم، وطبعا ده شكل السيستم بتاعي، عباره عن ماس ودامبر وسبرينج. المعادله اللي بتوصف السيستم بتاعي عباره عن ام اكس دبل دوت زائد بي اكس دوت زائد كي اكس بتساوي اف. هنا الانبوت للسيستم اللي هي الفورس اف بتأثر على الماس بتاعتي وبتسبب إزاحة مقدارها X، يبقى الـ X هنا هي الـ displacement اللي بحصل عليها من السيستم بتاعي. معنا مجموعة من القيم محطوطة بشكل افتراضي، مثلا زي الكتلة 1 كيلوغرام، والفريكشن كونستانت بتاعي ب10، وكذلك السبرينج كونستانت أو كوفيشن بتاعي بمقداره 20 نيوتن لكل متر. هنا مطلوب نعمل سيميوليشن للسيستم موديل على الماتلاب سيميولينك، وازاي نصمم بي اي دي كنترولر للسيستم بتاعي، وازاي نعمل اناليسيس للسيستم في حاله الاوبن لوب وكذلك الكلوزد لوب. طبعا اول خطوه ان انا ببدا احط المعادله بتاعه السيستم في شكل ينفع امثله على الماتلاب سيميولينك في شكل بلوك دياجرام. فالخطوه اللي بنعملها ان انا بحاول اجيب اكبر تفاضل في اتجاه من المعادلة، وباقي المعادلة كلها في طرف آخر. طبعا معايا الإكس دبل دوت هنا هي أكبر أوردر عندي، بجيبها في طرف وأودي باقي المعادلة كلها في الطرف الآخر بالشكل ده. لو عوضت بالقيم بتاعتي بقيمة البي والإم والكي والإم وهكذا، هيطلع معايا المعادلة النهائية عبارة عن إكس دبل دوت ماينس 10x دوت ماينس 20x زائد الإف. دي المعادلة محطوطة كده في الشكل اللي إحنا بنقدر نمثله على الماتلاب سيميولينج. طبعا انا عندي قلنا بنبدا من عند الخرج اكس، انا عايز احصل على الديسبيسمنت اكس، فالاكس دي بحصل عليها بان انا بدخل الاكس دوت على انتجريتور وبالتالي بحصل على الاكس، والاكس دوت بحصل عليها بان انا بدخل الاكس دبل دوت على انتجريتور، وبالنسبه للاكس دبل دوت انا بحصل عليها من المعادله اللي انا حطيتها بالاعلى دي، ان انا الاكس دبل دوت عباره عن ماينس 10 اكس دوت، يبقى باخد الاكس دوت بضربها في جين مقداره 10 وادخله بالماينس بالشكل ده، وماينس 20 اكس يبقى باخد الاكس عندي بدخله على جين مقداره 20 وادخله بالماينس عندي بالشكل ده، والاف عندي مضروبه في جين 1 بتخش بالموجب. يبقى احنا كده كوننا البلوك دياجرام اللي بيمثل المعادله بتاعه النظام عندي بالشكل ده، بحيث الدخل عندي مقداره اف والخارج عندي اللي هو الديسبيسمنت اكس. يبقى ده الشكل البلوك دياجرام اللي احنا هنمثله على الماتلاب سيميولينك بحيث يمثل الايه الموديل بتاعي. طبعا نروح للماتلاب بالشكل ده ونشغل السيميولينك، وممكن نشغله من التول بار او نكتب كلمه سيميولينك هنا باي طريقه نشغل السيميولينك. اول ما بفتح السيميولينك كده بيديني الشكل ده، بختار بلانك موديل عندي بالشكل ده كده، يفتح لي موديل فاضي. بعد كده بستدعي اللايبراري براوزر بتاعي عشان ابدا اجيب المكونات والبلوكات اللي هبدا اوصلها. بضغط على اللايبراري براوزر من هنا كده، ولما احب اثبته او يعني اشيله بحيث يبقى ثابت معايا بحيث اعرف اطلع كل المكونات، بضغط على اداه الستاي اون توب دي بحيث يفضل ظاهر قدامي بالشكل ده. هنا لو لاحظنا ان اللايبراري براوزر عباره عن مكتبات رئيسيه اهي، جواها مكتبات فرعيه، وجوه المكتبات الفرعيه بنلاقي البلوكات بتاعتنا. فطبعا اهم لايبراري رئيسيه معانا اللي هي اللايبراري اسمها سيميولينك. اللايبراري دي فيها اهم المكونات واغلب المكونات اللي بنحتاجها معانا في سيميولينك، زائد بقى عندي كل تول بوكس موجوده في الماتلاب لها لايبراري خاصه بيها، هنا فيها كل البلوكات اللي انا بقدر احتاجها منها، وان شاء الله هنتناولها في فيديوهات قادمه باذن الله. دلوقتي بالنسبه لنا عايزين نبدا نكون الموديل اللي معانا اللي شفناه بالشكل ده. فانا محتاج هنا ايه؟ محتاج هنا زي ما احنا شايفين 3 جين و2 انتجريتور وسامينج بوينت. فهنا نقدر نجيب الجين من ممكن نجيبه من كونتينوس
هنلاقي هنا عندي الانتجريتور موجود اهو، اقدر اجيب الانتجريتور. ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اعمل له دراج اند بليس بالشكل ده، او ان انا اضغط كليك يمين اقول له اد تو بلوك موديل، هيجيبه بالمنظر ده كده. طيب معانا بقى في الجين، هنجيبه من الماس، هننزل هنا نجيب الجين اهو، برضو نفس الكلام، ممكن اسحبه، ممكن ان انا اضغط كليك يمين كده اقول له اد تو موديل، هيجيبه لي بالشكل ده كده برضو. ممكن ادخل قيمته مباشرة كمان. بعد كده السامنج بوينت برضو بنلاقيها هنا في الماس اهي، وممكن برضو الحاجات دي طبعا لو انت استخدمتها قبل كده بتروح في الكومن يوزد بلوكس اللي انت بتستعملها كتير. في معانا كمان طبعا هنحتاج من سورسز ان انا اجيب ستيب انبوت عشان اجرب بيه، وهحتاج من سينكس السكوب عشان استعرض عليه. طبعا السورسز دي فيها كل الانبوتس اللي ممكن تستخدمها، وسينكس فيها كل الاوتبوتس اللي ممكن تعرض عليها الخارج بتاعك او تنقلها لمكان اخر زي ما نشوف بعدين. دلوقتي نبدا نكون المنظومه بتاعتنا. ادي معايا ادي الانتجريتور الاولاني، اكبر بس الشكل كده بحيث يوضح اكتر. ادي الانتجريتور الاولاني وادي الانتجريتور الثاني، اوصله بالشكل ده. بعد كده بجيب ادي السامنج بوينت بتاعتي. طبعا هنا الجين بحتاج الفه الاتجاه الاخر، ممكن اضغط كنترول اي او كليك يمين على البلوك، بختار روتيت وفليب، وبختار اللي هي فليب بلوك يبدا يدور لك البلوك في الاتجاه الاخر، او ان انا اختار البلوك بالشكل ده واضغط كنترول اي بيقلبولي بالاتجاه الاخر. طبعا هنا احنا عارفين ان احنا ده بالنسبه لي بتمثل قيمه الاكس، فبروح في المكان اللي انا عايز اكتب فيه واضغط دبل كليك واكتب قيمه الاكس بالشكل ده، ودي بتمثل عندي قيمه الاكس دوت بالشكل ده كده، ودي الاكس دبل دوت. يعني بحيث يعني تقدر تفتكر اسماء الاشارات بالشكل ده، وممكن يعني حبيت تكتب، ممكن واحد يكتبها بالشكل ده وممكن واحد يكتبها بالشكل ده كده، يكتب الاكس كده ويرجع يكتب تاني في دوت بالمنظر ده كده ويحركها بحيث تبقى موجودة فوق سواء كده او كده، يعني مش هتفرق اسم الاشارة معاك ايه. طيب دلوقتي طبعا احنا عارفين في جين كمان هنحتاجه ليه، الاف اللي هو قيمته واحد، وممكن تاخدها مباشرة برضو. هنا ممكن تاخد اي بلوك كوبي وتحطه بيست بالشكل ده كده عادي خالص. فاحنا هنا معانا السامنج بوينت هيبقى لها دخل بموجب وداخلين بالنيجاتيف بالشكل ده، ادي الدخل البوزيتيف وادي الداخلين النيجاتيف، باخد الاولاني بالمنظر ده كده. يبقى انت بتكون الشكل اللي احنا رسمناه هنا بالمنظر ده، بنكون الشكل ده. الجين الاولاني 10، الجين التاني 20، ده هيبقى 10 وده هيبقى 20، ونبدأ نوصلهم بالشكل ده كده، ونروح نجيب احنا جبنا ستيب انبوت عشان نبدا نجرب عليها الدخل بتاعنا بالمنظر ده. احنا كده كوننا السيستم بتاعنا. دي طبعا بتمثل عندي اللي هي الاف عشان بس تبقى واضحه بالشكل ده، ودي بتمثل عندي الاكس، نوضحها شويه بالشكل ده. يبقى السيستم بتاعي داخله اف وخارجه اكس بالشكل ده. ممكن
طبعا هعمل هنا run وانا مدخل step input، اقدر اشوف شكل الخرج على السكوب عامل ازاي. بروح عليه واضغط double click، بيوريني شكل الخرج على السكوب بالمنظر ده كده. طبعا علشان الستيب عندي مش بدأ من عند الزيرو، بدأ من عند الواحد، فهو خد فرصة كده وبعدين ظهر بالشكل ده. انا ممكن طبعا ارجع اعدل فيه في الستيب القيمة بتاعتها بكام هنا، وممكن اخليها تبدأ بواحد من البداية خالص، بحيث الاقي الريسبونس بتاعي من هنا كده هيبدأ من البداية ويطلع ياخد الشكل بتاعنا بالمنظر ده. طبعا هنا ملاحظين انا مدخل input بواحد والاوتبوت عندي خارج 5 مليمتر، يعني تقريبا الواحد نيوتن هنا عامل ازاحة مقدارها 5 سنتيمتر، 5 مليمتر هنا يعني 5 سنتيمتر. فده هيديني كده ايه، ده الموديل بتاعي شكله بالمنظر ده. هنا لما احب اضغط الشكل ده كله ممكن اجي اضغطه في بلوك واحد، ان انا بختار كل البلوكس بالشكل ده واضغط كليك يمين واقول له كرييت سب سيستم او اضغط كنترول جي، هيروح محوله لي الى بلوك واحد بالمنظر ده كده، بحيث يعني بدل ما يبقى مفروض حجمه كبير بنفرده بالشكل ده كده يبقى السيستم بتاعنا. ممكن كمان تغير الالوان بتاعته زي ما انت عايز، كليك يمين وتختار لون معين مثلا زي ما انت عايز، الباك جراوند مثلا يبقى لونه جرين، هتلاقي السيستم بقى بالشكل ده. واي بلوك تقدر تعمل فيه الحكايه دي. ممكن كمان تستدعي رسمه، يعني ممكن مثلا احنا معانا الرسمه بتاعت السيستم شكلها كده اهو، ده شكل رسمة الماس برينج دمبر سيستم، ممكن اخدها الشكل ده كده على الرسام مثلا واعمل منها وليكن فيجر بالشكل ده. واجي على هنا كليك يمين واقول له ماسك اد ايكون ايمج، واروح اجيب الصوره بتاعتي اللي انا حفظتها هنا على الديسكتوب اهي، يبدا يحطها لي فوق السيستم بالشكل ده كده، بحيث يبقى ده كانه يعني تمثيل لشكل النظام او السيستم بتاعي بالمنظر. طبعا لما احب اشوف البلوكات بتاعتي مره تانية اضغط دبل كليك هنا كده بينقلك للداخل، بحيث تشوف البلوكات اللي انت وصلتها كلها بالشكل ده، بحيث لو حبيت تعدل على اي حاجه فيها تاني او تظبط قيم جديده للسيستم او ايا كان. لما نحب بقى نعمل كلوز لوب للسيستم، طبعا بنشيل التوصيله دي كده ونروح نجيب من اللايبرري براوزر، هروح نجيب من ماس، نروح نجيب تاني سامينج بوينت اهي عشان نعمل كلوز لوب للسيستم. طبعا السامينج بوينت عندي هيبقى مقدار بالموجب ومقدار بالسالب بالشكل ده كده، ناخد نيجاتيف فيدباك. فطبعا هنا لو جينا عملنا رن ونشوف شكل الريسبونس الجديد للسيستم هيبقى عامل ازاي، هنلاقيه بقى بالمنظر ده. طبعا ظهر ايرور على السيستم، المرة اللي فاتت كان استقر عند 5%، لا هنا ظهر مقدار من الايرور هنا اقل من 5%. ولكن في ميزة طبعا انضافت هنا، ان لو انا ضفت disturbance في الاوتبوت، في حالة الاوبن لوب ما كانش بيرجع، لكن في حالة الكلوز لوب هنلاقيه بيرجع ولكن في وجود ايرور. طبعا بنحاول ان احنا نعالج المشاكل دي بان انا ببدأ اصمم كنترولر للسيستم بتاعي. فانا هنا هنبدا بتصميم البي اي دي كنترولر، لو انت مش عارف مكانه فين او مش عارف بيجي منين ممكن تحطه هنا في السيرش كده، تكتب بي اي دي هيجي لك اي بلوك لو عارف مكانه بتوصل له. طبعا البي اي دي هنا موجود في كونتينوس، لو
نزلت دورت عليه تلاقيه موجود اهوت، ولكن لو انت ما تعرفش مكانه فين بتحط فيه السيرش هنا وتقول له فايند، هو هيبدا يبحث ويطلعه لك مكانه فين بالظبط. فهنبدا نسحبه ونحطه في مكان الكنترولر بالشكل ده كده. طيب هنا البي اي دي بنظبط القيم بتاعته ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان في طريقه مشهوره جدا لضبط قيم البي اي دي اللي هي زيجلر نيكولز ميثود لعمل تيونينج للبي اي دي بارامترز. فاحنا هنا هنعمل التيونينج ده باستخدام الماتلاب نفسه. فانا باجي على البي اي دي واضغط دبل كليك عليه بالشكل ده، وبعدين المفروض هنا بتختار نوع الكنترولر، هل انت عايزه بي اي دي ولا بي اي ولا بي دي ولا بي ولا اي على حسب النوع. فطبعا احنا هنختاره وليكن مثلا بي اي دي، وبعد كده نبدا نعمل تيونينج للبارامترز بتاعتنا اللي هي البروبورشنال جين والانتجرال جين والديريفاتيف جين باستخدام الماتلاب تيونر بالشكل ده. فبضغط على تيون هنا بينقلك للتيونر ويندو اللي منها بتقدر تختار شكل الريسبونس اللي انت عايزه الديزايرد ريسبونس، وبعد كده هو بيعمل تيونينج تلقائي للقيم بدقه عاليه جدا زي ما نشوف دلوقتي. طبعا الماتلاب الجديد زي ما نبهنا بيحتاج يعني امكانيات جهاز تكون عاليه شويه، وخاصه الرام بتاعه الجهاز تكون كبيره. دلوقتي بيفتح معانا تيونر، هو دايما لما بيفتح معاك اي ويندو لاول مره بتحس انها تقيله، انما بعد كده لما تستخدمها تشتغل عليها اكتر من مره داخل نفس التطبيق بتلاقيها بقت اسرع معاك. هذا شكل التيونر بتاعنا، هيبدا يوريني شكل الريسبونس، وانا ببدا اظبط الريسبونس تايم بتاعي والترانزيانت بيهيفير بتاعي من هنا بحيث اقدر احصل على الديزايرد ريسبونس او الشكل اللي انا عايز السيستم يوصل له بالظبط يبقى عامل ازاي. طبعا هو بيظهر لك الريسبونس الفعلي اللي هو موجود حاليا والديزايرد ريسبونس، فده الريسبونس الفعلي ماشي، وده desired او tuned response اللي انت هتبدأ تظبطه. فانا احاول مثلا اخليه عند قيم الشكل ده مثلا كده، بحاول ان انا اسرع السيستم على قد ما اقدر واقلل الاوفر شوت قوي. يعني انا شايف ان الريسبونس كده بقى تقريبا يعني نوعا ما مميز. هنقول له بعد كده بعد ما بختار الديزايرد ريسبونس على حسب ما انا عايز بقول له ابديت البلوك بتاعي. بعد كده لو حضرتك انتقلت للبي اي دي هتلاقيه هنا هو محتاجش الدي، يعني هنا اكتفى بالبي اي بس ولقى ان الدي ملوش لازمه، لان السيستم سكند اوردر بسيط يعني والسيستم فيه مواصفات كتير ما بيحتاجش فيها الدي عندي. فهنا هو عمل تيونينج للبي اي بس للبي والاي، ولاحظ طبعا الدقه العاليه اللي هو طلع بيها القيم في التيونينج. طبعا بعد ما تعمل الخطوه دي كده وعمل تيونينج هنقول له اوكي، وبعد كده باجي اعمل رن مره تانية واروح اشوف شكل الريسبونس في الخارج هيبقى عامل ازاي. هنلاحظ هنا ان هو هيعالج المشاكل اللي كانت موجوده قبل كده، يعني هنا مفيش ايرور، انا دخلت ستيب انبوت 1 طلع لي 1 فعلا، مفيش اي ايرور موجود في السيستم اهو، والريسبونس بتاعي نوعا ما سريع ومفيهوش اي اوفر شوت، يعني طلعه على حسب الديزايرد ريسبونس اللي انا صممت عليه تماما شكله عامل ازاي. طبعا بعد ما بتخلص
التصميم بتاعك بتحتفظ بيه. هنا ممكن كمان بالنسبة للأسلسكوب ممكن تغير في اللي اوت بتاعه بحيث تظهر الانبوت والاوتبوت مع بعض زي ما هنشوف ان شاء الله في بلوكات بعد كده، وتظهر او ان انت تحتفظ بالداتا دي معاك في مكان اخر هنحتاجها بانك توديها للورك سبيس هنا من خلال اللوجينج، تقول له لوج الداتا تو ورك سبيس، تحتفظ بنسخه من الداتا دي في الورك سبيس بحيث تحتاجها بعد كده. طبعا الحاجات دي ان شاء الله نشوفها في تطبيقات كتير جايه بعدين، بس علشان الفيديو ما يطولش مننا. شكرا ونشوفكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.